قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. في الآيات دي ما قال لك ويل لمن لا يصلي، ده موضوع صعب، ده قال لك في الآيات دي الله سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين، اللي بيصلوا ذاته جزء منهم عنده ويل وعيد يا تندل، بس اللي بيأخروا الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما بالك اللي بيضيعها مرة واحدة. ده من أسباب عذاب القبر، وده بيرموا بصخرة في راسه بهارس راسه، زي ما في حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم.